وصلنا الفقرة بتاعت الروشتة اللي بيكتبها لك الميكانيكي ويقول لك روح اصرفها من عند بتاع الاكسسوار او بتاع قطع الغيار، ويبقى مكتوب فيها كلام انت مش فاهمه ولا عارف ده اصله ايه ولا بتنطق ازاي. ومش هنسيبك الا لما اعرفك كل الكلام ده اصله ايه وبتنطق ازاي واصل اللغة بتاعته انجليزي او فرنساوي او الماني او حتى كلام اتعرب. هنقول لك كل الكلام ده، واول كلمة معانا هتكون هي واير الاكسلراتير، اللي كتير حد يقول لك واير الاكسلراتير مقطوع او دوس على دواسة الاكسلراتير، وهي اصلها اكسلراتور، وهي معناها الدواسة اللي بتدوس عليها بتاعة البنزين او بتاعة السولار. ودي طبعا اصل الكلمة باللغة العربية اللي هو السرعة او المسرع، وطبعا بتعني السرعة في العربية، فانت لما تدوس على دواسة الاكسلراتير هتدي سرعة. تاني كلمة معانا وهي ريديتور او الريداتير زي ما احنا بنقولها، والريداتير ده طبعا اللي هو المسؤول عن التبريد في العربية، واصل الكلمة زي بالظبط نطقها في اللغة العربية. الكلمة اللي بعد كده اللي هي فيوز، اللي بنستخدمها كتير في الكهرباء، يقول لك الفيوز ضرب او الفيوز حصل فيه عطل، غير الفيوز يا باشا، شيل الفيوز اللي رقمه كذا وحطه رقمه كذا. كلمة فيوز جاية اصلا من فيوز باكس، اللي هي بتعني علبة الفتيل، والفيوز اصلا ترجمته باللغة العربية اللي هو فتيل، وبنشوفه طبعا دايما في العربيات او في المناطق الكهربية، بيكون شيء مسؤول عن لو حصل كهرباء زيادة او عطل في اي مكان وحصل ماس، الفيوز ده بيضرب او بيتكسر عشان ما يحصلش اي وصل للكهرباء في حاجات تانية ويحصل مشاكل في اي اجزاء كهربية اخرى. الكلمة اللي بعد كده اللي هي شاسيه، اللي هي نطقها في اللغة الانجليزية برضو شاسيس، وتعني الصاج او الكتلة المعدن اللي بتكون راكب عليها بادي العربية كله، وزي ما اصدقائنا في اسكندرية بيقولوا على وسائل النقل العام كلمة مشروع، احنا هنا في القاهرة بنقولها سيرفيز، وبتعني كلمة سيرفيز كلمة خدمة. برضو في تلاقي مراكز الصيانة مكتوب عليها سنتر اوف سيرفيس، وده تعني مراكز الخدمة. كلمة بدال اللي احنا بنستخدمها كتير، يقول لك بدال الدبرياج، بدال الفرامل، في مشكلة، اصل الكلمة بدال، هي نفسه يعتبر النطق قريب قوي، وتعني الجزء اللي هو مسؤول عن تحريك الاجزاء الميكانيكية والكهربية في العربية بانك تدوس على دواس الدبرياج او دواس الفرامل، وتعني البدال. وكلمة ديفرانس اللي بنستخدمها كتير، يقول لك الديفرانس فيه لوحة، الديفرانس فيه ونة، الديفرانس فيه كسر، دي اصلها كلمة ديفرنشال، وطبعا هي قريبة، قربناها من ديفرنشال لديفرانس. وكلمة كوندنسر اللي هي بتعني باللغة العربية مكثف، وهي نفس النطق برضو. وكلمة مارش اللي هي اصلا في اللغة الانجليزية حاجة تانية وبتعني ستارتر، لكن احنا بنستخدم كلمة مارش. مارش دي في اللغة الانجليزية تعني سير او خطى ثابتة او مشي عسكري، فطبعا استخدمنا الكلمة دي ودخلناها في الجهاز اللي هو بتاع ادارة العربية وهو الستارتر، وسميناه مارش. دي طبعا اخر كلمة معانا النهاردة، لكن معانا في الحلقات الجاية كلمات كتير ومصطلحات كتير هتكون فرنسية ايطالية المانية وكلام متعرب، مش هسيبك الا معرفك كل الكلام اللي انت بتقراه في الروشتة.